والتقدير لدولة الجزائر الحبيبة التي دائما عودتنا أن تكون مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وعودتنا أن تكون مناصرة لقضيتنا في المحافل الدولية والسياسية. كل الشكر لدولة الجزائر وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد المجيد تبون على اهتمامه بإجلاء أسرتي وزوجتي وأولادي إلى الجزائر، وكل الشكر لسفارة دولة الجزائر بالقاهرة والمؤسسة العمومية للتلفزيون التي واكبت هذا الحدث منذ البداية وساهمت في إنجازه، وشكر أيضا موصول لجمعية الهلال الأحمر الجزائري التي احتضنت عائلتي بكل ود وبكل احترام وبكل تقدير في الجزائر العاصمة. بالفعل يعني هذه الأشياء ربما نراها نحن تزيد من عزيمتنا وتزيد من صمودنا وتحدينا للواقع الأليم الذي نعيشه، رغم الألام الذي يعيشها الصحفي الفلسطيني